الإنسان بيحتاج يبقى لوحده بين الحين والآخر عشان يرتب أفكاره ويفهم نفسه أكتر، ولكن أحياناً بيحتاج يبقى حواليه ناس عشان لو وقع يسندوه، ولما يحس بالوحدة يونسوه، ولما يحقق إنجاز يلاقي حد يجري عليه ويحكيله، ولما ينهار يلاقي حد يشتكيله. فأنت لو وحيد فأنت ممكن يكون عندك مشكلة، ولو ما بتعرفش تقعد لوحدك في أوقات فأنت برضه ممكن يكون عندك مشكلة، لأن مهم جداً إن الواحد يخلو لنفسه ولو لمدة قصيرة، تواجه مشاكلك بنفسك عشان تحسن شخصيتك وتثقل مهاراتك. ومهم جداً تعرف انت بترتاح ازاي ومع مين، لان كل واحد مختلف، احتياجاته وتوقعاته زي ما قلنا مختلفين، ولكن تقريبا كل انسان مهما اختلفت طبيعته محتاج يحس بانتماء، محتاج يحس انه included مش excluded، محتاج يحس انه متضمن مش مستبعد. عشان كده لو لقيت شخص بيحس بالوحده وربنا يعني كرمك بشويه طاقه، حاول تخلق معاه صداقه او محادثه عابره او حتى بنظره بسيطه تحسسه انه هو مرحب بيه.